النجم الوحيد اللي جه برنامجنا وطلع له كارت واحد. كارت واحد اتفضلي. والكارت اللي طلع للفنان رامي عياش الكارت الثامن في كروت التارو 78 الخاص ببرج الاسد، كارت سترينث او الشجاعه. والشجاعه بتاعت الكارت ده هي شجاعه القوه الداخليه، قوه النفس. وطلع الكارت ده لان الفنان رامي عياش من مواليد 18 اغسطس برج الاسد، ولان ناتج تاريخ ميلادك بالكامل رقم 8 رقم الكارت ده، ولان مجموع ارقام حروف اسمك رقمها 8 اللي هو رقم الكارت ده، فاحنا قاعدين قدام اسد بالقوه الجبريه. السلام عليكم. طبعا الشجاعه ومقاومه الاخطار ومواجهه التحديات وكل الحاجات اللي انت اتكلمت عليها من اهم مواصفات مولود برج الاسد، فما بالك لو كان ثلاثي التاثير من برج الاسد. بالنسبه للفنان رامي عياش، التجارب والمحن عارف كويس قوي انها بتثقل الانسان وبتدي له عمق، وخاصه لو كان فنان مرهف الحس زيك، لانه اهم مشاعر واحاسيس حسيتها انا متاكده ان هي كانت نتاج الالم اللي ممكن تكون حسيت بيه قبل كده. بالنسبه لك ما بتشتكيش مهما حسيت، ما بتطلعش منك شكوى ابدا، لا متفائل ولا متشائم، كل الامور بتاخدها بتوازن من غير مبالغه، لانك بتبص لكل حاجه بموضوعيه وبواقعيه. قول لي صح ولا غلط. طبعا انا بتحكي صح. فنان رامي عياش رغم انه انسان عميق جدا الا انه واضح وصريح ومكشوف للي قدامه، رغم انه بيقدر يعمل كنترول كويس قوي الا انه احيانا اعصابه بتخونه وبيندفع، خاصه وقت الغضب والانفعال. فنان رامي عياش قادر انه يحمي حاله ويحمي الناس اللي بيحبهم، لكن مش محتاج ابدا انه حد يحميه. بيتعرض يمكن وهو ماشي كده يتخبط يتكعبل بيعمل حاجه ايده تتجرح، غير مواجهه الاخطار اللي انت بتعملها طبعا والتحديات اللي انت بتعملها، لكن ممكن تكون دي حاجات تعرض لها بشكل يمكن كتير شويه او مبالغ فيه اكتر من اي حد. بالنسبه لك قلت انك ممكن تضحي من اجل امراه او بتحلم انك تقابل المراه اللي تضحي عشانها، مش هينطلب مني اني اضحي، واتفقت على يعني وافقت على كلمه الاستاذ مصطفى انك ممكن تكون صيد سهل لمشاعر المراه. فنان رامي عياش متخصص في انه يختار العلاقات اللي ما بتنفعوش. يا سلام يا سلام. لا دي سقفه بقى يا سلام. بينصح الناس دايما بصدق وباحساس، لانه مش عايزهم يتحطوا في تجربه او يمروا بمحنه هو اوريدي مر بيها. صح. وفاهم ابعادها فبيشفق عليهم من نتيجتها. فنان رامي عياش مش محتاج مرايه عشان يثبت وجوده، مش محتاج انه يشوف نفسه، كفايه انه يرسم اسمه لانه اوريدي موجود وهو عارف ده، لكن بيهمه اسمه والتاثير اللي بيسيبه اسمه على الناس. الفنان رامي عياش مهما تنهد بتفضل جواه تنهيده مش عارف يطلعها. طلعها 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 دلوقتي يلا. خمس دقايق بس. عندك ميزه كويسه قوي انك بتتعامل مع كل موقف على حده، ما بتخلطش ابدا الامور في بعضها وبتدي كل حاجه حقها. حب الطبيعه بالنسبه لك مش حب عادي ابدا، انت في تواصل، نوع من الكوميونيكيشن بينك وبين الطبيعه، في لغه مشتركه بينكم انت بتفهمها كويس قوي. صحيح جدا. اقول لك انه من مواليد يوم 18/8، في اثنين معروفين قوي، الممثل الامريكي روبرت ريدفورد وفي المخرج الامريكي المعروف باتريك سويزي. بحبهم جدا على فكره اثنين. عندنا كارت المرايه، هتبص فيه. لم الكروت. هاخده من فضلك، بص فيه شوف ملامح وشك فيه كويس قوي. دي سيئه جدا. لا جميله جدا. لانه المرايه طبعا كريزي. ركز قوي في ملامح بس ده في عينيك من فضلك، هم مش باينين على فكره. لا لو ظبطت الكارت مع الاضاءه هتشوف عينيك. اوكي. عايزاك من فضلك تحط الكارت في اي مكان في الدك، خد الدك بايدك وحط الكارت في اي مكان يعجبك واخلط الورق. يطلع ارنب دلوقتي. كروت اللي قدام المرايه هتقول الحاجه اللي معروفه للناس وللفنان رامي عياش، اللي ورا المرايه هتقول الحاجات اللي يمكن يكون الفنان رامي عياش مخبيها او مش واخد باله انها موجوده. حلوه الجمله الاخرانيه دي.
أو مش واخد باله إن مش واخد باله. وأنت واخد بالك كويس قوي. أه والله. أنا بتالي يعني طول الوقت واخد بالك. مش قوي والله. هو مركز. أنا مستريح معاك يعني لما كنا نعمل مقابلة مستريح. حاسس نفسي إنه مع أخويا الكبير يعني. الله يخليك. قدام المراية في إنه الفنان رامي عياش بيقدر يعبر كويس قوي عن مشاعر الآخرين ويقول بدلهم اللي هم نفسهم يقولوه ومش عارفين. صحيح. قدام المراية إنه الفنان رامي عياش عنده القدرة إنه يقنع حد بالتغيير اللي المفروض يعمله عشان حياته تبقى أفضل، وبيقدر يحط له كمان الخطوات الأساسية اللي تخلي حياته أفضل بالتغيير ده. قدام المراية الفنان رامي عياش بيتعاطف تماما مع الآخرين وبيحس بكل مشاعرهم. صح. الحلوة والوحشة. ورا المراية بقى الفنان رامي عياش ما بيهتمش بمشاعره الشخصية، ما بيهتمش بحاله، اهتمامه كله مصب على الآخرين. ورا المراية الفنان رامي عياش إذا كنا بنسمع إنه خفيف الدم فواضح إنه خفيف الدم أكتر من اللي إحنا بنسمع عنها، لكن ما بتظهرش لانها ورا المرايه. ورا المرايه يعني ايه؟ بيمارسها مع نفسه ولا مع اصدقائه؟ لان الكارت اللي وراها على طول كارت الصداقات. واضح ان الفنان رامي عياش بيكون على راحته وعلى سجيته اكتر حاجه بس مع اصحابه القريب. صحيح. خلصت المرايه. خلصت المرايه وخلصت مليون بالميه. ما شاء الله عليك. استاذ